بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اتطرقت إلى مجموعة من الأسئلة وهي حقيقة في صلب عمل جهاز مكافحة الإرهاب. اسمح لي بالبداية أقدم لك فد نبذة بسيطة للأخوة الحاضرين، أن جهاز مكافحة الإرهاب منذ بداية تأسيسه من عام 2004 بدأ بفوج إلى أن وصل إلى جهاز مكافحة الإرهاب بقواته الحالية، إلى أن قر قانون مكافحة الإرهاب من قبل البرلمان العراقي لعام 2016. واجب جهاز مكافحة الإرهاب حسب القانون مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، هذا الواجب الأساسي لمكافحة الإرهاب. لكن الظروف اللي مر بها البلد من عام 2014 خاصة، كلف جهاز مكافحة الإرهاب بواجبات هي لم تكن من ضمن واجباته ولا من ضمن الهيكل التنظيمي، لكنه ولله الحمد كنا رأس الرمح في كل العمليات الإرهابية، واستطعنا من تحرير كل المدن بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية بكافة مسمياته. بعد ما انتهت هذه المعارك حقيقة عدينا استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع مستشارية الأمن القومي، وكذلك هذه الاستراتيجية المعدة لمدة 5 سنوات بها حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حيث تمت المصادقة عليها من قبل القائد العام ومجلس الأمن الوزاري وهي الآن في حيز التطبيق. هذه الاستراتيجية هي عالجة التحديات اللي موجودة الآن على الساحة. التحدي الأول اللي عالجناه أنه هو لا يوجد تعريف محدد للإرهاب، ولم يجري اتفاق على تعريف الإرهاب بشكل عام، لكنه لو تطلع على الاستراتيجية يعني عرفنا الإرهاب ولو بشكل مختصر، هو كل فعل إجرامي أو عنف منظم يقوم به فرد أو مجموعة ضد أفراد أو مجموعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية تخلق الفوضى وتبس السيادة الوطنية، نعتبرها جريمة إرهابية. عالجناها أيضا أنه نقطتين أساسية ركزنا فيها في استراتيجية مكافحة الإرهاب، ألا هي الوقاية والمنع. المنع اللي نقصد به هو استخدام الأساليب العسكرية، والوقاية هي الوقاية من الإرهاب مسؤولية الجميع ابتداء من المواطن وصعودا إلى المؤسسات والرئاسات الثلاث. أيضا حددنا بها من ضمن المسؤوليات أنه لم تحدد الواجبات بالنسبة لبقية القطاعات، لكنه باستراتيجية اتطرقنا إلى أنه موجات الإرهاب 4 موجات، تبدأ بالموجة الخفيفة وبالموجة المتوسطة والكبيرة والعاتية. الموجة الخفيفة هي من مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب حصرا من خلال القضاء على قيادات التنظيمات الإرهابية، يعني أنت لو تطلع خلال هاي السنة احنا نفذنا أكثر من 250 واجب في عموم العراق، لقينا القبض على أكثر من 450، قتلنا أكثر من 270 داعشي، نفذنا أكثر من 650 ضربة جوية من قبل القوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي، ونفذنا آلاف من العمليات الاستطلاعية. النقطة الثانية يعني الموجة الثانية اللي هي الموجة المتوسطة، الموجة المتوسطة يتم الاشتراك بها مع قطاعات وزارة الداخلية، وإذا كانت الموجة أكبر ولتسمى بالموجة الكبيرة هنا يتطلب دخول الجيش في هذه العمليات، لكنه إذا وصلت إلى المرحلة العاتية كما حدث في العراق في عام 2014 يتطلب بها تدخل التحالف الدولي. هذا بالنسبة إلى موجات مكافحة الإرهاب واستراتيجية تعممت على كل الدوائر، وإحنا مباشرين بالتنفيذ مع التنسيق مع الأخ قاسم الأعرجي. النقطة الثانية هو المهم هو موضوع العقيدة القتالية لمكافحة الإرهاب. عفية سيد قاسم كده الثق بي، أقول لك عفية سيد قاسم كده الثق بي. نعم، هو المنسق إن شاء الله. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة واللي هي ما غايبة عن بال الأجهزة الأمنية، وهو موضوع العقيدة القتالية لمكافحة الإرهاب. لو أخذنا من 2003 إلى 2018 لم تكن هناك عقيدة واضحة لدى القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، ولا توجد فلسفة للعمل المنظم ضد الإرهاب لأسباب عديدة، منها ضعف
القيادة والسيطرة، منها ضعف الاستخبارات، منها ضعف مستويات بعض القادة، عدم القدرة على التحليل المنطقي، عدم دراسة التنظيمات الإرهابية بشكل مفصل. لذلك عدينا عقيدة قتالية متكاملة وتم تعميمها، حجرها الأساس قوات قتالية خفيفة مدربة ذات قابلية حركة، تستطيع التحرك من مكان إلى مكان آخر، مبنية ومعدة إعداد نفسي ومعنوي وبدني من جميع الاتجاهات بعيدا عن الإثنية والطائفية والقومية. واجبها الأساسي خلق بيئة آمنة. بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بلجنة الفساد، طبعا جهاز مكافحة الإرهاب أحد الأجهزة الأمنية مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا، لا نرتبط بأي جهة ثانية، فقط بمجرد القائد. وضمن واجباتنا بالقانون أنه احنا واجبنا الأساسي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله أو في أي مهمة نكلف بها من قبل القائد العام. بالنسبة إلى لجنة مكافحة الفساد، صدر الأمر الديواني أنه القوة التنفيذية لإلقاء القبض على العناصر اللي تصدر بها مذكرات تكون من مسؤوليتنا، لكنه أنا أحكي لك إياها، إحنا كل هاي الفترة لقينا القبض بس على 2، أما الواجبات الباقية فنفذت من قبل وزارة الداخلية. هذول 2 هم الحيتان يعني؟ هذول 2 هم الحيتان لو ليش دول 2 دون غيرهم؟ احنا ما نتعامل وياه، احنا نتعامل بشكل قانوني، اكو مذكره واكو شخص صادره، نلقي القبض عليه ونسلمه للجنه، القضايا التحقيقيه كلها تكون يم اللجنه، ما احنا لنا دور بهذا الواجب. بالنسبه الى اقليم كردستان، حقيقه اقليم كردستان عندهم قوتين لمكافحه الارهاب، موجوده قوه بسليمانيه وقوه باربيل. صار التنسيق ويا دولة رئيس وزراء مع إقليم كردستان أنه نضم هاي القوتين إلى جهاز مكافحة الإرهاب، لكنه للأسف لحد الآن لم يحسم الموضوع بسبب التحديدات المالية، لكنه إلى حد هذه اللحظة التعاون والتنسيق في أعلى المستويات، نفذنا واجبات مشتركة، عملية إلقاء القبض إحنا قاعد ننسق يعني الحد أول البارحة. أحد الأشخاص من القادة اللي موجودين متواجد في أربيل تم تسليمه أنه من قبل أربيل، وكذلك بالنسبة للسليمانية، ونفذنا واجبات مشتركة. أما بالنسبة للقيود والخارجية لا بالعكس، احنا في جهاز مكافحة الإرهاب نتمنى أن تصل كل القوات الأمنية إلى المستوى اللي يؤديها يعني يمكنها من أداء واجباتها بشكل حقيقي. المنظومة الأمنية العراقية بشكل عام، جهاز مخابرات واضحة واجباته، الجيش مسؤول عن أرض وسماء ومياه البلد، الداخلية مسؤوليتها على الأمن الداخلي، وما تبقى لذلك هو من مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب. فكل القيود والتحديدات لا بالعكس، احنا ماضين و عدينا الخطط لمدة 3 سنوات لتطوير جهاز مكافحة الإرهاب، وهو الآن يحظى بمكانة راقية جدا بين دول العالم نتيجة التضحيات والدماء اللي قدمناها من أجل البلد.